permet de. Hey, tout le monde me parle. C'est quoi? Parce que je comprends pas. Tout à l'heure, on parle. De... Ça va pas avec Hamdallah. C'est qui ça? Hamdallah, c'est le joueur. Un joueur du Maroc. Tu te rappelles, t'as pas entendu la Coupe d'Afrique, il y a un joueur, il a quitté la sélection. Ouais, plus ou moins. Écoute-moi comme ça, vu que là on est entre nous. Tout le monde me demande ça depuis tout à l'heure. Et on va en parler, bah je n'ai pas la radio. Que tout le monde comprenne. Anna Darbia. Hana Jina la concentration. Jina ou Dakshi. Salam, sabah, khoyan, farhani, fashkin tlakaw. او اول مره جا حمد الله معنا مع هذا لو غروب مع ايرفي غونا هو كان شحال هادي المهم جا معنا وداكشي ترونكيل شي واحد ظريف جونتي كنا كنجلسوا كاع انا ونبيل كنا كنجمعوا معاه كنمشيو كنصليو كناكلوا بيناتنا داكشي مزيان لونترينمون مزيان ولا وقع شي حاجه في لونترينمون مع واحد اللاعب عادي داكشي لا ماشي انا داكشي كيوقع في لونترينمون فهمتي ارى ليا لا باس ولا لا ما درتيش ليا لا باس ولا درتي ليا فالتا وماشي فالتا صافي ترشيش اون غروب انتر فوالا بحال داكشي اللي كيوقع في الكره صافي انا صافي ما بقاش داكشي طلعنا للوطيل طلعنا للوطيل عاوتاني شويه عباب علاش قلتي ليا داكشي في التيران وعلاش انت وعلاش انا واخيرا كاين شي حاجه بيناتهم شحال هذا الشيطان بيناتهم فوالا صافي وانا نقول لك صراحه اخويا انا كنت كنخرج باش نصوب السنان وسني ثلاثه ضربت فيا ماشي بحال خوك شوف خوك انت ان شاء الله انت غديرو انا ما بغيتش 15 عام كيقولوا لي دير قلنا لا اخويا ايوا خليها انت انا ما كنتش بغيت نديرهم ولكن كانوا خويا ماشي بحالك كانوا كثار المهم غنزيد وبحال هكا ولعبنا ماتش الاول ماتش اميكال وي تيميكال فوغاتيل المدرب دار جوج فراخي واحد اللي غتلعب بخومييغ ميتون والاخرى دوزيام ميتون لعبنا لا بخومييغ ميتون حكيم زياش اللي كيضرب بينالتي والثاني يونس بلهندا فاش لعبنا فاش غنبداو الميتون الثانيه في الوراق فيصل الاول حمد الله الثاني انا كنعرف لاتاكون بغا يمارك مشيت عند حمد الله قلت له شوف خويا وقع لي واحد المشكل مع ايرفي غونار مع كعبي في الماتش ديال كومور في كازا بغيت نخلي كعبي يضرب خليته وشويه جا عندي مانو داكوستا قال لي المدرب قال لي انت اللي غضرب انت اللي في الورقه اللي سميتك في الورقه في الورقه الاول هو فيصل ضربت ماركيت جا الفيستيا ربحنا الماتش وي جا عندي المدرب قال لي الا خليتي ايوب واخا ايوب غيماركي بيناتي غنجي عندك وغنغوت عليه صافي انا شنو درت مشيت عند حمد الله قلت له خويا اجي نمشيو نهضروا مع المدرب شوف. باش انت تكون الاول وانا الثاني قال لي اسمع العذر قال لي لا خويا بلاش انا ماركي في التيران صافي اوكي دونك ماشي في الكود بياريتي ماشي في بينالتي ولا انا ماركي في التيران دخلنا في التيران تا 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 بينالتي هو شد الكره جيت عنده قلت لي خويا هضرنا في الفيستير بلا ما نديروش صداع في التيران الناس كيشوفوا واصلا انا الوالد قال لي من صغير كيقول لي فاش كاين داكشي ديال ارى انا خلي الكرة ما دابس حيت حشومه الناس كيشوفوا فيك صافي قلت لي خويا هضرنا شويه ديالي عطى لي الكره وهو مازال كيهضر اللور وزعما ماشي حشومه ليك ماشي حشومه ليك ما بغيتيش تخليني نضرب بينالتي مالك سمع انت راه استاذ ماشي عامر مباشره كتسمعوا فهمتي واخويا ماشي حشومه غضرب بينالتي ماشي حشومه عليك دابا انا ما غنضربش بينالتي داكشي زقلت بينالتي دخلت للفيستير دوجت انا دخلنا للوطيل لو لوندومان كان عندنا لونترينمون غير بالعشيه انا الصباح مشيت للدونتيست رجعت من الدونتيست شفت حمد الله قدام الوطيل سلمت عليه هو
وسلم عليا ولكن ماشي السلمه ديال ديال خوك. صافي انا طلعت جيت مع هما كياكلوا مع الوحده، انا جيت مع جوجونس صافي غير ناكل بوحدي. اوكي كليت 3:30 كملت، مشيت للشومبره 5 لونطريمون، مشيت للشومبره نابين ناعس، مشيت لاصال، وانا مشيت لاصال طاق كندير الموسيقى ديالي وداكشي. نبيل سي اشكا صيفط لي ميساج قال لي عافاك دير لي واحد بوبليسيتي مع الموسيقى ديالي. قلت لي مرحبا بك بليزير. صافي درت وسبحان الله لو تيت ديال لا موزيك هو باي باي لعزيزه. ماشي باي باي لعزيزه، علي باي 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 فوالا. Tu vois ce que je veux dire? Donc je la mets, et là je reçois un message de Mehdi Benatia sur Instagram, il me dit frérot, t'as déconné, enlève la musique. Et moi j'ai pas compris moi. Je dis pourquoi frérot? Et en l'espace de temps qu'on parle, moi et Mehdi, je lui dis pourquoi frérot? Il me dit, bah il est parti l'autre. Ah, donc tu as voilà, ou après. شنو داروا مغاربه؟ هزوا فيديو قالوا شوف كيغني على حمد الله، الوغ كو نو كنغني على موسيقى. وانا انا ما عرفتش كاع الا كنت عارف حمد الله كان غادي بغى يمشي غنمشي عنده انا. تغرب فيه خويا خويا جلس، مغاربه كاملين كيتسناوك باش دير لينا شي حاجه في لاكوب دافري. برافو. ومهم صافي داكشي اللي وقع. ابخي هضرت معاه هضرت معاه، كنسيفط لي ميساج ما كيجاوب ما كيجاوب، كنسمع انا كيجيني لي ميساج وا فيصل وا القواد وا فيصل وسرت قواد ورا راه لعبت. او ما عمري في 4 ans اللي عندي في مع المنتخب ما عمري سمعت ديك الهضره في ستاد في المغرب. مي معليش ماشي مشكل، ولكن انا داكشي اللي بغيت داكشي اللي بغيت نعرف، ومغاربه بغا يعرفوا علاش خديتي حوايجك ومشيتي بحالك. واش ما عمرك دابستي مع شي واحد في الفرقه ديالك؟ وين عندك تخلي تخلي بلادك تخلي بلادك الجمهور هذيك الناس داز ليكيب كيطرا كيدابزو تلقى كيدابز مع خوه ولا نيمبورت. واش رونالدو فاش كان في مدريد انا عرفت داكشي اللي كنقول لك. رونالدو اللي كان في مدريد حتى واحد ما كيحملش رونالدو في مدريد. مدريد الفرقة ديالو كان هزها الفوق اصاحبي، ولكن شكون اللي هزها الفوق؟ هو هو، ولكن هو كيقول حتى واحد هو كيقول انا ما رانيش هنا باش ناكلو كل نهار ناكلو في شي بلاصه ولا هادي. انا خدمه في التيران انت خويا دوغ ماشي شغلي. صافي دي علاش مشيتي علاش اخويا؟ داكشي اللي بغينا نعرفو. ولكن انا كنت صاحبي صح، كان صاحبي هو، كنجلسو كنضحكو كنهضرو على عقيد، كنهضرو على لي سوبورتير ديال الرجاء والسوبورتير ديالو في السعودي. فهمتي؟ صافي هو مشى بحالو. وابخي كنسمع لا فوت ديال هذا فجر هو اللي كيحكم في ليكيب ناسيونال. ايوا الا كنت اسمعوا مغاربه، الا كنت كنحكم في المنتخب كنت غنلعب تيتولير. والله ما غنجلس في بونتوش مره. لا 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 لا، كاين واحد المدرب كنحترم، هذاك المدرب يا بيدو ريسبي صافي تو دو ريسبكتي تون بريزيدون لونترينور صافي هو فوالا سي سا ليستوار فريرو. احترام اصاحبي فاصون ربي هو اللي عالم اللي عندي في قلبك فاصون دونك ابخي احترام خويا احترام ليكيب ناسيونال ديال الشعب المغاربه كاملين كاملين ديال المغاربه كاملين، ماشي ديال انا ولا ديال هذاك ولا هذاك ولا ديال انت، لا ديال كاملين. صافي ما عندكش الحق تقول لا انا اللي كنحكم، ولا ما عندكش الحق تخوض حوايجك وتمشي بحالك ما كديش. إلي بارتي كوم سا نورمال ملي بارتي ما عجبوش الحال ما عجبوش لومبيونس. اي لا تابي نوفيل دو لي؟ لا لا انا هضرت معاه واحد المره ابخي
ابخي فاش 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 كلمات شويه على السيتواسيون وقال لي يا خويا ما عاونتينيش زعما ما عاونتينيش هي ما خليتينيش تيري بينالتي ولكن ما عنديش مشكل معاك اخويا فيصل انت ظريف وداكشي كنتي معايا بخير بيناتكم انت على حنا بغينا نشوفوكم والله بيان سور انا نشوف انا نشوفو غدا في شي بلاصه هو ما شافنيش نمشي عنده انا نمشي عنده فهمتك صافي داكشي اللي كاين خويا واش سي بيان صورات سي بيان